السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله الله يسلمك يا ربي. أنا من فترة حلمت إنه في حد جاني وأشار إليك وحكى لي خلي هذا الشيخ يقويك. حد جالك في المنام وأشار لي أنا؟ نعم صحيح، طيب، وقال لك خليه يرقيك؟ نعم صحيح. أنا بعاني كثير من أسحار قديم جدا وحسد، وعرضت نفسي على رقى عدة رقى، لكن يعني الرقية ما بتنفع 100%، يعني أو إنه شيء متجدد لا أعلم. وبتتكرر عندي أحلام كثير، بتتكرر أيضا رؤى، ممكن أغلب الأحلام اللي بشوفها يعني بتتحقق. طيب، دايما الاحلام بتكون يعني سبحان الله للاشياء اللي هي صايبه الانسان. نعم، فانت شو بتشوف ايه في احلامك؟ بشوف ثعابين، قطط، بشوف الجن على حقيقتهم أيضا، في بشوفهم المنام ولا بالحقيقة بالمنام. بالحقيقة تمام؟ بالمنام طب العين ماشي، البصيرة، في الحقيقه بتشوف ايه؟ بشوف الجن البصيرة عندي. طب ماشي، اوكي، البصيره عندك كويسه، بس مين اللي بتشوفيهم؟ يعني شكلهم ايه؟ شكلهم بشوف ثعابين، على شكل ثعابين، بشوف الغيلان، بشوف ممكن جن صالحين أيضا، بشوف عندما أقرأ الرقية على نفسي بشوف مثل المعارك بين الجن الصالح والمشرك. يعني كثير كثير في أشياء في العالم أو أول حاجة، أنت ما أظن أنك أنت يعني سبحان الله شفت الشياطين، لأنك لو شفت الشياطين يعني ما بتستحملي. تمام، والشياطين أساسا ما هم على الصور اللي أنت بتقول عليها. أما كل اللي أنت موجود فيه الموجودة فيه ده هو عبارة عن سحر تخيل. لكن خلينا نقول، إن قولي لي أنت منين حتى بالضبط، من أي دولة؟ من فلسطين. أهلا بكم كل أهل فلسطين. أهلا أهلا. طيب بص يا أستاذة، خلينا نتكلم يعني في نقاط محددة، في 3 نقاط. أنت عزباء صح؟ لا أنا متزوجة. متزوجة. طيب خلينا نتكلم في 3 نقاط. أول حاجة، أنت عندك آلام في الظهر، آلام في المعدة، آلام في الرحم. وين الآلام اللي موجودة تاني؟ عندي بصير عندي حضور أيضا للشياطين عندي بالرأس، أحيانا طيب أتكلم عن حضور. يعني الحضور. طيب هذا الشيء طيب يعني عالجته، لكن أحيانا يحضر، يعني أحيانا يحضر على لساني وبعمل لي هاي الحركة، هاي الماسونية. طيب ماشي، اوكي. بالصلاة أيضا، بالصلاة كثير كثير يعني بصارع صراع بالصلاة أسرع يعني. والحمد لله رب العالمين، الحمد الحمد لله. لله. غمض عينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. السلام على من اتبع. مين معايا؟ اسمك إيه؟ مين معايا؟ اسمك إيه؟ طيب أنت مشرك؟ مشرك أنت صح؟ مشرك؟ طيب مين إلهك؟ مين إلهك؟ لا، الدين العلامة الصح. لو إلهك هذا الدين العلامة، الدين العلامة الصح. لو إلهك هذا الدين العلامة الصح. أنت ما أنتش موحد، فالدين علامة الإله بتاعك. الدين علامة إلهك. الدين العلامة بتاعت الإله بتاعك، صح. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، 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 أنطقنا الله، أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قالوا أنطقنا الله. وش اسمك؟ اسمك إيه؟ طيب وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اسمك إيه؟ اسمك إيه يا زلمة؟
وش اسمك يا زلمة؟ جاوب، وش اسمك؟ اسمك، وش اسمك؟ اسمك بولس، مينا، يوحنا؟ اسمك بولس؟ طب انا ما اظن انك انت ترتقي انك انت تخش في الجماعة اللي انت عامل الشعار بتاعهم. طيب خلينا نعقد مع بعض اتفاق، اما انك انت تخرج انت والجماعة اللي موجودين معاك، واما انك انت تسحب. تخرج ولا تسحب؟ طب يا جماعة، دي طبعا حالة سحر وده واضح تمام، وحالة السحر ديت يعني سبحان الله الحالة بتكون حاسة بكل شيء بيجري ليها، بس ما تقدرش انها تتحكم في بعض اعضائها، يعني ما تقدرش انها تتحكم في جسمها، فالحركات دايما لا ارادية، ودايما لما تصدر الحركات ديت يعني سبحان الله يشعر الانسان او المصاب في الحالة ديت براحة في الجسد، يعني لو ما تحركش الحركات ديت يعني يحس ان جسده يعني جسمه ايه مضغوط، او جسمه يعني سبحان الله مشدود. فعشان كده كل انسان هيستمع للرقيه اللي انا هرجعها ديت وبيمر بنفس حاله الاخت، ففي حالات كتيره جدا يعني ممكن نقول من كل 10 حالات في 2 زي ديت كده بالظبط و8 لا. فاللي هو الموضوع اللي احنا شايفينه ده جن يعني سبحان الله، يعني عباره عن جن منظم، يعني منظم بمعنى صح اله ابليس لا يعبد الله جل وعلا. ولذلك يعني سبحان الله كل شخص يغمض عينه ويستمع معايا للرقية ديت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الأخت الكريمة أول حاجة، بص يا أستاذة، لا تخلي حاجة تتحكم فيكي ولا توجه رقبتك لا يمين ولا يسار، تمام؟ تصوري كده، انا راكب عربيه، وانا راكب العربيه شغال بسوق في العربيه تمام، حد جامدك الدركسيون مني، ايه اللي هيحصل؟ هصدم، يعني هعمل حادث او العربيه هتتقلب بيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهب لك الملك على الجسد اللي انت موجوده فيه ده، اللي نفسك وروحك موجودين فيه، فلما يجي ايه جسد تاني يخش داخل الجسد بتاعك فهيعمل ايه؟ هيتحكم في الجسد، وهيقدر ان هو يوجهك يمين ويسار، وهتبص تلاقي نفسك انك انت في تعب وفي مشاكل انت بغنى عنها. فعشان كده يا استاذه اول حاجه ما ابيك انك انت يعني سبحان الله تجعلي ان الشيطان يعني يتحكم فيك او يوجهك كيفما شاء، او يبقى ليه تصرف عليك، او بمعنى صح انا عايز انك انت اللي تكوني متحكمه في الجسد. متحكمه في الجسد يعني بمعنى ايه؟ ان ما فيش اي شيء تسمحي له ان هو يغيبك عن الوعي، او ان هو يمسك يدك، او ان هو يحرك يدك، او ان هو يعني مثلا يعني يحرك اي شيء من الجسد. في نفس الوقت برضو عايزين كوبايه ميه بتكون موجوده بجوارك او ازازه ميه، وعايزين في نفس الوقت حله لو اخوك ولا زوجك ولا ابنك يجيبها ويحط هذه الحله بجوارك برضو اثناء القراءه. كل شخص يعمل نفس الطريقه دي. ما معنى الحلة؟ مش فاهمة. طاسه اللي يحطون فيها الميه هاي جدا يعني ماشي، ما فيش مشكله. تمام. طيب نبدأ القراءة. تابليها تابليها. ماشي طيب غمض عينك وما تخليش حاجة تتحكم فيك نهائيا تمام. بإذن بسم الله. الله الرحمن الرحيم، وقالوا لجلودهم لما شئتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ولا ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. يسحب كل من يسكن في الرأس، يسحب كل من يسكن في الرأس، يسحب كل من يسكن في الرأس، يسحب 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 من الرأس، يسحب من الرأس، يسحب من الرأس، يسحب من الرأس، ينزل من الرأس الآن للذراع اليسار. احنا قلنا ما تخليش أي حاجة تتحكم في جسمك ولا توجهك، أنت اللي سايق العربية، حد مسك منك الدروكسون وش بيسوي؟ بيعمل حادث. ما نبغى كده يعني، تحكمي في جسمك، لا تخلي اي شيء يحرك جسمك.
أعوذ بالله أيوة. من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ولا ترجعون ما كنتم تستترون. أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يفكون، 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 قاتلهم الله أنى يفكون. سيهزم الجمع ويولون الدبر، 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 سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، 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 تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، بسم الله، يسلسل كل من يحب هذا الجسد، يسلسلون يسلسلون يسلسلون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، لنحرقنه 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 ثم لننسفنه في اليم نسفا، 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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قاتلوهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، غلت أيديهم، تغل اليد بأمر الله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ 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 وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله قيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 يأتي بكم الله جميعا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا عذرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول سحر مستمر سحر مستمر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير من الطير من الطير من الطير قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله قيلا. الله أكبر الله أكبر الله أجل مما نخاف ونحذر الله أعظم مما نخاف ونحذر سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون كل قل سبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إن الله فالك الحب والنوى 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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
فلكل إصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وفجرنا فيها من العيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا أستاذة سامعاني؟ أنا معك، أنا طيب دلوقتي أنت كان عندك آلام فين حتة بالظبط؟ الآلام اللي كانت موجودة عندك كانت فين؟ في الظهر وفين؟ أسفل الظهر في المعدة، طيب كان عندي يعني شبه حضور جزئي يعني في كل أيامي كان عندي شبه حضور جزئي، يعني لما أكون أحكي أو أي شيء هيك يحكي مباشر، يعني يكون معي في كل أموري. طيب إذن قولي بسم الله، بسم الله. قومي دلوقتي حركي ظهرك وحركي معدتك وحركي جسمك، مش هتلاقي فيها أي ألم نهائيا. حط الموبايل وقومي اتحركي، مش هتلاقي أي ألم. البطن عندي منتفخ، البطن طيب ماشي، مع البطن ما أنت عندك المية صح؟ عندي المي. طيب قولي بسم الله واشرب المية ديت. بسم الله. شرط قدام الكاميرا تشربها في أي مكان. ماشي. أشرب. المايه دي كأنها طالعة من بير صح؟ نعم. طيب اشربي تاني. طعمها مسكر صحيح في المرة التانية. لا. طيب اذا انت بص دلوقتي على بطنك، هتلاقي بطنك هديت هديت البطن صحيح. لا، البطن جدا منتفخة، منتفخة البطن. طيب قولي بسم الله، بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيقول ينسفها ربي نسفا، فذراها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فذراها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يسحب كل السحر اللي موجود في المعدة بأمر الله، يسحب كل السحر اللي موجود في المعدة بأمر الله. بص يا أستاذة سامعني كويس، نعم، سامعة. الآلام اللي كانت موجودة في ظهرك تلاشت نهائيا صحيح؟ الظهر لكن البطن انتفخت. أيوه. البطن انتفخت ليه بقى؟ لأن اللي موجود جواكي هو عبارة عن شيطان ساحر ولا ليه أي لازمة، نعم والساحر الحقيقي اللي موجود جواه إبليس، من علمه هو ابليس، فعشان كده نعم هو تابع لابليس. فاحنا عشان نتخلص من المشكله ديت، انت هتطلع معايا مره تانية، وعشان بإذن الله تتخلصي من المشكله ديت لازم انك انت تمشي على اللي انا هقول لك عليه ده بالظبط. اول بإذن حاجه الله. قلت لك انت سايقه عربيه، لو في حد نعم خد منك دركسيون العربيه هيعمل حادث، عشان نعم كده الجسم ده انت المتحكمه فيه.
يعني وانت نعم قاعده لقيت ايدك هتترفع كده، قولي اعوذ بالله وثبتي ايدك، هتثبتي نعم ايدك. نعم لقيت نفسك هتغيب عن الوعي، قولي لا اله الا الله، هتبص تلاقي نعم نفسك جسمك استقام، والشيطان ما يقدرش يعمل اي حاجه غير لما يجي الواحد مثلا يقول له انا جسم اهو، اعمل فيه اللي انت عايزه. يرفع صحيح الايد انا سايبه لك الايد، يرفع الرجلين انا سايبه، لا انت تتحكمي في كل اعضاء جسمك. ثانيا بإذن الله. هتحاولي ان تخلي حد يعني من زوجك موجود معاكي، صح؟ نعم زوجي موجود الحمد لله. طيب هتخلي زوجك يعني او انت او حد مثلا او والدك تقراي لي، بص سوره الانفال، سوره التوبه، وايات السحر اللي تعرفيها كلها، وايات التوحيد. سوره بإذن الانفال الله والتوبه وايات السحر وايات التوحيد. الايات دي بإذن الله هيتم قراءتهم على ميه، وتشربي من الميه ديت وتغتسلي لمده 3 ايام ورا بعض. وفي بإذن الثلاث الله ايام عايزك انك انت تقعدي تقرا ايه الكرسي مكرره نص ساعه، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعه، وتقولي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. العظيم تمام، دايما ركزي على اي مساله التوحيد، لان اللي موجود جواكي مشرك يعني بيعبد ابليس. في نفس الوقت برضو انت لما تعملي الخطوات ديت ما تخليش اي حاجه ايا كانت قدرتها وايا كانت مكانتها ان هي تغيبك عن الوعي، لان لو غيبتك عن الوعي معناته انك انت بتسمحي للشيطان ان هو يسيطر عليكي، معناته لا انك انت أنا ما بغيب عن الوعي، ما بغيب عن الوعي، انا أنا عارف بكون يعني ايه موجود تتحكم في لكن جسمك. نعم، لكن أنا بس بثبت دائما بسورة البقرة، يعني أنا يوميا الحمد لله مداومة على سورة البقرة والذكر تمام، وانا والسبع عايزك على بقى انك الرحمن. انت تفضل تصبر ركعتين توبه لله جل وعلا، وتقول فيهم ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. أرحم الراحمين، في نعم حاجه، هذا ورد، في حاجه اسمها، هذا ورد تمام، عندي الحمد لله. في حاجه اسمها سنه مكي. السنه مكي ده نعم موجود عند العطار، أخذته هتجيبيه وتشربي منه، بإذن هتجيبيه الله. وتشربي منه ما اقرا عليه الكرسي. طيب نعم بإذن الله. اول حاجه معدتك لسه منتفخه؟ البطن عند البطن والرحم، نعم عندي منتفخة من طيب قولي البطن. بسم الله. بسم الله الآن مش هتبص تلاقي مفيش انتفاخ نهائيا، راح الانتفاخ. صار عندي نبض، نبض هذا النبض تحرك بقى الخبيث، تمام؟ نعم احنا نبغى ما يكونش فيه تسيطر، احنا نبغى ان يكون كل اللي موجود نبض. انا عايزك تمشي نعم سورة الأنفال والتوبة وآيات التوحيد وآيات السحر، تقرأي على ميه تشربي وتغتسلي. هتجيبي ازازه مسك، هتجيبي ازازه مسك، مسك ازازه المسك أحمر هيتقرأ عليها نفس السور، نفس بإذن الله السور بس هتزيد عليهم سوره النور، تمام؟ بإذن الله وتمسكي المسك ده مع الاغتسال قبل ما تغتسلي، سخني شويه ميه وتحطي قطرات المسك وتخليه يبخر جسمك، وانت لابسه عبايه فقط اللي هي فوق، تخليه يبخر جسمك عشان لو في حاجه ساكنه تحت او شيء. هتظلي ماشي على الموضوع دوت لمدة بس 7 ايام، 3 ايام او 4 ايام، وتطلع معايا بس مباشر تاني بإذن الله. هتبص تلاقي نفسك على فكرة بعد الرقية ديت الاعراض اللي كانت بتجيلك كلها هتقدر انك انت تتحكمي في نفسك بإذن الله، يعني بمعنى صح مفيش حاجة بإذن تخلي الله تتحرك في جواكي. لو بفضل. لقيت حاجة بتعمل صوابعها كده دي معناته يعني ايه؟ معناته ان انا ايه يعني قرني الشيطان، ان انا مشرك بالله جل وعلا، نعم تمام؟ ادعي ان هناك كثير ابليس. نعم كثير أنا أجانب اللي رؤى هو هذا الشيطان وحكى لي إنه هو جن ساحر وهو عمل لي شو بالضبط تحديدا، كان يحكي معي يعني يحاورني، وآخر شيء أجا حكى لي عذبتوني خلاص ابعدوا عني، لأنه الحمد لله يعني التزمت كثير الحمد لله بفضل الله تمام، والحمد لله رب العالمين. وبحكي دائما إنه الله سبحانه وتعالى ممكن ابتلاء من الله، وعسى أن لا نكون ان شاء الله. بص هو الابتلاء لا ياتي، الله عز وجل لا ياتي منه الا الخير. نعم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كله من عند انفسكم، نعم هذا من السحر، النفس، لا أنا تمام؟ أتكلم عن السحر، أنا أتكلم عن تأخر الشفاء، يعني تاخر أظن أنه تاخر 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 الشفاء ده بقى لانك انت في الصراع. انت دلوقتي انت عارفه انت بتصارع مين؟ انت دلوقتي تعتبر بصار هنقول انك إبليس، انت إبليس نعم ان انت ادم وانت بتصارع ابليس. نعم صحيح هو لاخر نفس في حياته، لاخر نفس لازم ان هو يغويكي. فانا عشان نعم اتخلص من الغوايه ديت وانتصر عليه لازم ان انا اصلي الفجر حاضر واجعل لي ورد من صلاه قيام الليل، ولمده 3 ايام بالظبط وطلع معايا مره تانية ان شاء الرحمن، هتلاقي كل الاعراض اللي عندك تلاشت. طيب إن شاء الله بإذن الله خلاص، ان النهارده النهارده ايه الحد، السبت،
حد الاثنين الثلاث يوم الاربعاء ان شاء الله هاخدك معايا اتصال. خلاص بإذن رب العالمين إن شاء عرفت الله. هتعمل ايه؟ صلاة على النبي نص ساعة، آية الكرسي يوميا نص ساعة، نعم يعني السور والآيات اللي أنا قلتها لك، سورة التوبة نعم والأنفال، وآيات السحر وآيات 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 التوحيد التوحيد، التوحيد هتقرأيهم على مية وتشربوا وتغتسلي، نعم، وعلى زيت الزيتون والمسك هتحطي تضيف عليهم سورة النور. تمام، وعلى المسك سورة النور، وتحط القطرات كده وتسخني وتتبخري وتغتسلي قبل بعد الشروق وقبل قبل غروب الشمس. بإذن وعايزك الله معي، وعايزك اثناء الليل واطراف النهار، يعني قبل شروق الشمس تسبيح، ولما النهار يطلع تسبيح، والظهر تسبيح، بإذن الله وقبل المغرب تسبيح، وبالليل تسبيح. لازم نعم تسبحي، يعني كانك انت بتنزهي الله عز وجل عن كل شيء. طيب نعم ناخذك بإذن معنا الله. اتصال يوم الاربعاء ان شاء الله. السلام عليكم. بس ماشي، بس بدي أسألك سؤال، ايوه هل ممكن إنه هو الجن الساحر هذا مبعوث من ساحر، ولا هو إجا من يعني من لا شيء؟ أقول لك على شيء، تفضل. شايفاني كويس؟ أنا مسحور، وإيش رأيك؟ يعني إشي ما في، طبيعي، أنت تراقي أكيد. ما في، لا ما مش مسألة رقية. عارفة إنك أنت تخف من السحر أو تشفي من السحر معناته إيه؟ إنك أنت دخلت عالم الملكوت. عارفة إيش عالم الملكوت؟ نعم عالم الغيب. عارفة يعني إيه عالم نعم الغيب؟ يعني في الوقت ده نعم هتشوف الشياطين على حقيقتها، وتشوف الملائكة، وتشوف آيات كونية لا يتقبلها العقل البشري. وده اللي بيسموه اللي هم المخلصين، اللي هو بيوصل لدرجة التقوى أو درجة الإحسان، يكون الله عز نعم وجل معه في كل شيء. أما السحر بتاعنا هو الغفلة، وهو يعني سبحان الله التوهان والشرود والحجب عن العالم الآخر اللي هو العالم الملكوت. فإحنا عايزين نتخلص من المشكلة دي. أنت اللي فيك ساحر، تمام؟ جالك ازاي بقى؟ ممكن يجي لك، ممكن الشياطين هي اللي تسحرك. يعني انا احيانا كانوا بيوكلوني واصحى الاقي نفسي باكل، يعني فعادي نعم الشياطين ممكن. بس اهم كنت حاجه في كثير الدنيا دي، نعم اهم حاجه في الحياه دي كلها، تسبيح التحميد التهليل التكبير الصلاه في اوقاتها، وان انا دايما نعم استعذ بالله، وان انا دايما يكون ذكر الله دايما معايا. بإذن ثلاث الله ايام هتطلعي معايا مره تانيه، الاعراض اللي عندك بإذن الله خفت، الالام اللي كانت موجوده في ظهرك هتلاقيها زالت، الحمد الانتفاخ اللي لله في معدتك هتلاقيه راح، الالام اللي كانت موجوده في الرحم هتلاقيها انتهت، الاتعاب اللي موجوده عندك دي كلها هتتلاشى. بس لازم انك انت تحافظي على اللي انا قلت لك عليه، واي حد بإذن الله بيسمعني يحافظ على اللي انا قلت عليه. والمره الجايه هريك رقيه استخراج باذن الله جل وعلا. بس يا استاذه ما تخليش حاجه تتحكم في العربيه اللي انت سايقاها عشان ما شاء تعمليش الله حادثه. فهمتي؟ بإذن الله. في امان الله. جزاك الله كل خير، الله يسعدك يا رب. بارك الله شكرا. فيك.